لو الحكاية فيها إن فيديو. النهاردة الثلاث 15 أكتوبر، والنهاردة القمر موجود في برج الثور. عندنا كمان المريخ والشمس الاثنين موجودين في برج الميزان، وفينوس وعطارد الاثنين في العقرب، والمشتري في الكوس، وزحل وبلوتو في الجدي، وعندنا كوكبين ما زالوا بيتراجعوا. أورانوس بيتراجع في برج الثور، ونبتون بيتراجع في الحوت. عندنا كمان النهاردة في حالة تنافر فلكي ما بين القمر اللي موجود في برج الثور وفينوس اللي موجودة في برج العقرب، وبيحصل التنافر عند درجة 18 من البرجين. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. مواليد الحمل النهاردة عندكم القمر موجود في منزل المال، بس في تنافر فلكي ما بين القمر وفينوس في منازل المال، ده بيخلي قدامكم وقت غير مناسب للمغامرة ماليا، ومهم جدا انكم تكونوا حذرين في قراراتكم المالية وتخططوا كويس لكل قرار قبل ما تنفذوا. وده مش بينطبق بس على الأمور المالية، لا كمان على القرارات المهنية. نروح بعد كده لبرج الثور ومواليد الثور. النهاردة عندكم القمر موجود في برجكم، وده بيديكوا منتهى السحر والجاذبية، وبيديكوا قدرة على السيطرة، تعرفوا تثبتوا وجودكم في كل عمل بتقوموا بيه، وتعرفوا تستغلوا كل الظروف اللي عيد برج الثور. مواليد الثور النهاردة عندكم القمر موجود في برجكم، وده بيديكوا منتهى السحر والتألق والجاذبية، كمان بيديكوا ثقة بالنفس وقدرة على السيطرة على كل الأمور، وتعرفوا تفرضوا رغباتكم بذكاء، كمان عندكم قدرة انكم تستغلوا الظروف كلها وتعرفوا تحققوا من خلالها نجاحات وانتصارات. نروح بعد كده لبرج الجوزاء ومواليد الجوزاء. النهاردة للأسف عندكم تنافر فلكي في منازل الصحة، وده ممكن يخلي طاقتكم أقل. مهم جدا النهاردة انكم تاخدوا قسط وافر من الراحة، وتحاولوا تدرسوا وتتأملوا قبل ما تاخدوا أي قرارات، يعني ما تاخدوش قرارات متسرعة، وما تدوش ثقة لحد إلا بعد دراسة وتمحيص. مهم كمان النهاردة انكم تعتنوا اكتر بنفسكم وبصحتكم، ومهم ما تعلنوش اخباركم، ما تعلنوش خططكم، وتتجنبوا الفخر بنفسكم وبانجازاتكم. نروح بعد كده لبرج السرطان ومواليد السرطان. النهاردة عندكم القمر في وضع داعم مهنيا واجتماعيا. النهاردة تعرفوا توطدوا علاقتكم بكل اللي حواليكم، وتعرفوا تقضوا أوقات حلوة. فلو جاي لكم دعوات اجتماعية، مهم ان انتوا ما ترفضوش. النهاردة يوم مناسب للخروج وللانطلاق، وممكن تظهر لكم فرص هايلة من خلال العلاقات. كمان على الصعيد المهني عندكم فرص انكم تحصلوا على مساندة من زملاء العمل او رؤساء العمل. نروح بعد كده لبرج الاسد ومواليد الاسد. النهاردة عندكم القمر للأسف في وضع معاكس، فمطلوب منكم انكم تحافظوا على هدوء اعصابكم، وترتبوا افكاركم واولوياتكم، ومهما تعرضتوا لأي استفزاز تحاولوا تكونوا هاديين ومتماسكين قدام الاستفزاز. كمان حاولوا تكونوا يقظين عشان تعرفوا تحموا نفسكم من أي مكائد. نروح بعد كده لبرج العذراء ومواليد العذراء. النهاردة عندكم الوضع الفلكي داعم جدا، القمر في منزل الحظ، بيديكوا قدرة هايلة على الإبهار، تعرفوا تبهروا اللي حواليكم بأفكاركم، عندكم بصيرة وروح ملهمة، تعرفوا تحققوا مكاسب، تعرفوا تتطوروا لأن عندكم استعداد كبير
تزودوا معلوماتكم ومعرفتكم. كمان الحظ بيحالفكم في السفر لو عايزين تسعوا السفر أو تخططوا للسفر أو تقوموا برحلة. كمان لو بتتعاملوا مع جهات أجنبية هتعرفوا توطدوا أكتر صلاتكم بالجهات الأجنبية. نروح بعد كده لبرج الميزان ومواليد الميزان. النهاردة عندكم للأسف في تنافر فلكي في منازل المال، ومهم جدا انكم تحددوا أولوياتكم في الشراء وفي الأمور المالية عموما. لازم تكونوا حذرين، ما تتسرعوش في قراراتكم. النهاردة يوم غير مناسب للبيع وللشراء وللمغامرة مالية. نروح بعد كده لبرج العقرب ومواليد العقرب. النهاردة عندكم القمر في مواجهة برجكم، ومطلوب منكم انكم تنتبهوا جدا في قراراتكم. ممكن تكونوا بتشعروا بتشوش ذهني او تشوش عاطفي، فمهم قوي النهاردة تنظموا افكاركم وما تتسرعوش في قراراتكم. كمان لو كنتوا مطالبين بتوقيع اوراق او عقود، النهاردة غير مناسب لتوقيع اي اوراق او عقود او لاتخاذ قرارات مالية، يعني حاولوا ما تغامروش ماليا. كمان في الحركة مهم انكم تتحركوا بالراحة وتسوقوا بالراحة حفاظا على سلامتكم. نروح بعد كده لبرج القوس ومواليد القوس. النهاردة عندكم تنافر فلكي في منازل الصحة، وده بيخلي طاقتكم اقل. مهم جدا انكم تسترخوا وتاخدوا قسط وافر من الراحة. حاولوا تنظموا جهودكم وما تضيعوش طاقتكم في حاجة ملهاش او في نشاطات ملهاش لازمة. نروح بعد كده لبرج الجدي ومواليد الجدي. النهاردة عندكم الوضع الفلكي داعم جدا، القمر في منزل الحب، وده بيديكوا ميل للرومانسية والحظ حلو، تقضوا اوقات حلوة مع الاحباب. عندكم كمان استعداد كبير للتعبير عن مشاعركم، وده على غير عادتكم. النهاردة بشوف انه كمان مواليد الجدي اللي عندهم اولاد يقدروا ان هم يحققوا تواصل افضل مع الاولاد. وعلى الصعيد المهني مواليد الجدي تقدروا انكم تعملوا مكاسب ونجاحات وانجازات، لان عندكم كمان روح حماس بتساعدكم انكم تنجزوا وتعملوا بحماس. نروح بعد كده لبرج الدلو ومواليد الدلو. النهاردة للأسف القمر في وضع معاكس معاكم عائليا واجتماعيا، وكمان في عطارد وفينوس معاكسين في مربع برجكم ومعاكسين مهنيا. فده كله يخليني أقول لمواليد الدلو مهم جدا انكم تحافظوا على علاقتكم باللي حواليكم عائليا واجتماعيا ومهنيا وعاطفيا. في الحالات دي كلها مطلوب منكم انكم تبعدوا عن العند والتعنت، ومطلوب منكم انكم تحاولوا تكونوا مرنين وما تفرضوش، يعني ما تصروش على فرض ارائكم. كمان من الافضل من البداية انكم ما تدخلوش في اي جدال او نقاش ممكن يؤدي لصدام مع الناس اللي حواليكم. نروح بعد كده لبرج الحوت ومواليد الحوت. النهاردة عندكم القمر في منزل العلاقات، وده بيديكوا مزاج حلو، بيساعدكم انكم توطدوا علاقتكم بكل اللي حواليكم اجتماعيا وعاطفيا ومهنيا وعائليا. النهاردة كمان لو عايزين تعملوا انترفيو في شغل، عندكم يوم مناسب لعمل انترفيو، اللي عندكم قدرة تبرزوا مواهبكم وعندكم قدرة على الاقناع وقدرة على التفاوض، وتعرفوا تظهروا في افضل صورة ان شاء الله. فحاولوا النهاردة وبكرة كمان انكم تستغلوا الوقت ده، هتقدروا تحققوا من خلاله نجاحات.